داخلية هذه عملتها مش عارف القيمة بتاعها. قال لك تشوف إنسان حامل سلاح أو الاشتباه فيه أخوي يبلغ عليه، لكن يبدأ معروف ردبك تبلغ عليه. كيفاش أنت صاحب بوليس تبلغ عليه؟ ممنوع هذا، تعاقب عليه الدولة معناها بكذا وكذا سجن ظهري. اللي هما فسرنا إيش كان الدرجوانة في الدستور ما عادش نتكلم خلاص. هذوما أرقام وزارة الداخلية صحيح ولا؟ كتشتبه في حاجة حتى في قنفود هز شوكة زايد تعلم علي هذا، فهمت كيفاش؟ ندري عليك باش متفجرات هذا. أنا يا سيدي ما اشتبهتش في قنفود كما قلت تو، فهمتني؟ أنا ريت قدامي أشخاص، ريت شخص حامل سلاح مسدس ولو أنه حتى بوليس، حتى يطلع بوليس خير علم عليه خوي بوليس، أنا نعرف بوليس كان فوق الخدمة بتاعه يهز مسدس. لكن أنا ظاهر الشخص اللي ريته أنا ماهوش بوليس، ريت شخص هز سلاح ناري وبعده لا ريت وانا طفوا ضوء عليه، كلمت عليه رئيس فرقه الارشاد تستر على الموضوع. بعدها بندر شنو يعمل السيد هذا؟ قعد يدور بيه المسدس عادي جدا، ثم تاكسيست يراه كي راه التاكسي السيد هذا التاكسيست علم عليه، ما راني اللي نشط معنا فرقه دنيا عالم مزرقه سيدي بارك الله فيهم مشكورين على الواجب والدنيا الكل، عملوا هاك التركيحه هاك وكل شيء الناس كل تتفرج تك 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 سيدي شوف الكهرباء قالوا لا ما ثم حد شيء، الناس كل يحلم التاكسيست يحلم وانا نحلم، ثماش سلاح وينه؟ بطبيعة الراجل ومشى على روحه غادر المكان لأنه عنده معناها عون أمن ورئيس فرقة الإرشاد غطوا عليه. هذوما نشكروهم على خاطر هم يخربوا في البلاد على التخريب نتاعهم مش على الخدمة نتاعهم. وجاني العون هذايا على متن سيارة بيجو 407 سيري 146 وطلب مني باش ما عادش نكتب راس المسؤولين في الموضوع نتاع السلاح إلا أني أثرته من جديد وتحملت مسؤوليتي ومشيت للسيد المعتمد وحكيت له السيد المعتمد طلع صاحبه كلمه لي وحقني اللي غادي للمدنين. وجاني السيد المعتمد شكابية والسيد البوليس هذا يشكابي يحب يلفقوا لي تهمه بالسيف ويحب يركحوني باش انا ما نتكلمش على المسدس في حين انا متمسك به ونحب يخرجوه لي المسدس. انا مواطن يا خوي شريف ونحب نشوف المسدس هذا سيدي دربيه السيد هذا ولا عطوني حتى المسدس كيف انا عطوني مسدس حتى نحوس بيه سيدي ولا ما نتكلم حتى لواحد كنشوف واحد نقول بالكش استاد باي سيدي. ركزوا على هذه الداخليه نهار من نهارات قال لك يا خوي ثم فوشيك وثم كذا ويحبوا يعلونا به كذا وكذا الفوشيك هذا هاي سيدي اني الممضي اسفله وكذا فلان الفلاني كذا وكذا اعلمكم انه في يوم كذا وكذا وفي يوم الجمعه حوالي الساعه 8:37 دقيقه صباحا اثناء قيامي بجوله في السوق الاسبوعي بميدون جربه المعروف بسوق فرنسا لفت انتباهي عدد 3 كردين واكوام الفوشيك وقدر حوالي عدده حوالي 200 علبه. هذا يا سيدي الفوشيك اكوام من الفوشيك، الفوشيك قنابل هذه مش فوشيك اودي صاروخ قدك مانيش انا اول شيء ساعه نقول كيفاش عدوا هذه الجربه كيفاش الفوشيك ومنين الديوانه وين الواعي وين الشرطه وين الدنيا الكل اتعدى اكيد عديه لي سيد البوليس لانه هو يبيع في بوليس صحبه مواطن بوليس بزي مدني سري اكيد الى السيد وزير الداخليه الموضوع اعلام عن تجاوزات اني ممضي اساله وشكري غامي كذا وكذا قد بلغ الى مسامعي من احد الثقات وانه بتاريخ 18/11/2013 وعلى الساعه 10:30 ليلا اوقف اعوان الشرطه بالنقطه القاره اجيم البطاح شخصا يدعى فلان الفلاني اصيل تجان مارث صاحب بطاقه تعريف كذا وكذا مفتش عنه لصالح الاداره العامه للسجون والاصلاح من اجل الفرار من السجن عليه مزيد التحري معه طلب منهم الاتصال برئيس فرقه الارشاد اللي هو معناها يمثلنا سيد رئيس الجمهوريه لانه عامل دوله وحده هذا رئيس فرقه الارشاد ربي يعينه وقصور ما شاء الله ربي يعينه بدعوى وانه صديق له حيث حل هذا الاخير على عين المكان بعد حوالي 20 دقيقه الراجل خذ طياره جاء ديركت لا صاحبه وزيد مجرم في سياره اداريه بيضاء اللون تابعه للامن السياحي في حين هو رئيس فرقه الارشاد مش عارف هذيك كهرباء الامن السياحي كيف جات ولا وكان يخدم القبل في الامن السياحي اما عامل على انا رب عليها الكبده نقول احنا الكهرباء هذيك وحاول اطلاق سراحه ولما لم يفلح في مسعاه وطلب من الاعوان اعفائه من تهمه الاستظهار بهويه مزيفه وتهمه السياقه بدون رخصه بدون رخصه قياده لان رخصته كانت معلقه في ذلك الوقت ولكن بدون جدوى لان الاعوان هناك رفضوا كل محاوله راحنا اعوان شرفاء عندنا اعوان شرفاء وعندنا اعوان يخافوا من يطبقوا تعليمات رذوخه حتى كيبدا عرفوا غلطي طب يتبعوا ثم ناس نضيد بالرسم نشكرهم العوان هذوما يعطيهم الصحه في انفجار 350 بدون ليسانس بنزين مهرب في ثلاثة محلات مجاورة ملتصقة ببعضها البعض وقد حلت على جناح السرعة الحماية المدنية وبعض المواطنين وكل شيء ومعناه ثم حتى توريست يصوروا وكل شيء لكن الحاكم ديما يجي مؤخر بوليسية ذي على خاطر باش ما ينجمش يمشي يحضر في بيسونس هو مهرب وزميله أعلمني أنا شخصا بصدد بيع كمية من الصواعق الكهربائية وكمية من قوارير الغاز مشل للحركة بسوق المحبوبين فتحولت أنا وصديق لي
يعمل بفرقة الطريق العمومي بجربة، اسمه صفوان سليمي، وعين البضاعة بسؤال البيع المدعو السويعي بوجليدة إن كانت له كميات وأنواع أخرى للبيع، فأفادني بأنه يملك منها الكثير ومستعدا بأن يلبي أي طلبية مهما كانت كميتها، وأنه يبيع بالشراكة معه ونأمن، وهو الذي يؤمن البضاعة وجمع الكميات لديه. وقد بلغني من مصدر موثوق به وأنه تم الاتفاق بين العون المذكور وأعوان المركز بأن يتم تقديم المواطن على أساس منشور التفتيش، لأنه طلع العون المواطن هذا عنده منشور تفتيش لصالح المحكمة العسكرية دائما بس فقط وحيلة من أجله فقط، فهمتني؟ وتم تسوية الوضعية والتكتم على باقي الموضوع وما يمشوش حتى الكمية الأخرى متاع الشوك الكتريك اللي ما فيه ولد عمر. موضوع الرشوة هذا يا سيدي البرقادي، هي البرقادي هذه رتبة وكيل بفرقة الطريق العمومي بجربة. هذا البرقادي وأول وكيل عرف معناها بالطرف متاعه شد كان الحاجات الفينو شوية متاعك القديمة، فهمتني؟ شد التراكتورات وشد السيارات اللي تهرف البنزين وكل شيء، ومن الطرف متاعه أنه في يوم من الأيام قلت لك شد تليفون كبير شوية وشادوا بالكهرباء هيك وخرجوا، تجي كهرباء متعدي، اوه انت عندك يا اخويا سرعه 60 على 70 ولا 70 على 60، وتتحدى عليك المواطن مسكين يقول له اخويا ادفع حاجه وبرا يروح يتعدي يعطي يدفع هذا. تم بوليسيه ما حبوش ينقلوا، قال لك ما نقلوش، نقعدوا هنا يا اخويا في جربة، هذه خدمتنا لين نموت، فهمتني؟ البرقادي هذا وقت توقفت المريفات 3 ايام ظلم، تخلي لي توقفت 3 ايام ونخرج نهار الرابعه كي حلت السيد وكيل الجمهوري، نظر السيد وكيل الجمهوري والذي قررات لك صراحي. جاني البرقادي هذا تخلي في وسط الجيور اللي في حين انه هو ما عندوش الحق باش يدخل لي في وسط الجيور، قال لي يلا ناخذ الرشوه، قلت له اي نعم سيدي خذيت الرشوه وانا متمسك في اقوالي. كيفاش يا خويا تتهم فينا بالرشوه؟ خي تو انا تهمتك بالرشوه تبحث فيه انت؟ باش نجي نقول لك انت ما كنت تقول لي تكذب. اعطوني فرقه مختصه خويا تبحث خليني نكشفهم، نجيب لهم شكون نجيب دوسيات اكثر، شكون اللي غرق صاحبه اكثر. تو حاليا قاعدين يحبوا يعملوا لي كل مره حاجه، يبعثوا لي مواطن يشكي بيا، مره يا سيدي مواطن يضربني. هكا ما تعملوا لي براكاج بالله، هاو البراكاج هذايا عندي لهنا. أردت أنا كنت بالكرطابلي هذه هذا النقابي أمني في تونس، فهمت معاه اللي هو وليد زروق، فهمت معاه وقلت له يا أخي راني باش نجيب الكراو وثم معلومات باش نجيبهم كذا وكذا، وقصيت تسكرة في الكار أنا ماشي تحررت للبركاج هذايا وانتهت معناها راهم للتو ما عملوا لي في حد شيء البركاج هذي، ما حلوش في بحث. كيفاش باش يحل البحث باش يورد زملائه؟ أنا وصلتني معلومات بعثت لك فجر رئيس منطقة أعطاه التعليمات لي الواحد قال لهم برا امشوا شوفوا تلقوش شكون هذا السيد هذا كاري واحد باش يضربوا بالغاز، أنا باش نكري واحد باش يضربني بالغاز، نكري واحد باش يقتلني. ولي قال لي امني بوليس هذايا ونادوني اخويا خليني نقول لكم عليه، نادوني خليني نقول لكم عليه باش تطلع الخبر نتاعك، نحب نطلع الخبر نتاعكم بكم انتم.